موجز لأهم الأنباء، أهلا بكم. أكدت عائلة الأسير الصحفي محمد القيق موافقتها على علاج ابنها في مستشفى المقاصد أو أي مستشفى فلسطيني آخر شريطة إنهاء اعتقاله الإداري. جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي عقد اليوم في مقر نقابة الصحفيين بمدينة رام الله، بالتزامن مع استمرار القيق في إضرابه عن الطعام لليوم 86 على التوالي. ليست لدينا أي مشكلة كعائلة في نقل محمد إلى مستشفى المقاصد في مدينة القدس المحتلة، لأنه يعني أولاً مستشفى فلسطيني وموجود في عاصمة فلسطين القدس المحتلة التي هي تاج على رؤوسنا جميعاً، والتي طبعاً يعني لا نقطعها أبداً عن امتدادها الطبيعي مع بقية مدن الضفة الغربية ومع فلسطين المحتلة بشكل كامل. ميدانياً، اعتقلت قوات الاحتلال صباح اليوم الفتى إناس الجعبري 19 عاماً قرب الحرم الإبراهيمي بمدينة الخليل بزعم حيازتها سكين. في موضوع آخر، اعتصم المئات من المعلمين أمام مديرية التربية والتعليم بمدينة رام الله احتجاجاً على الاتفاق المبرم بين الاتحاد والحكومة، والذي يقضي بزيادة المعلمين ما مقداره 20 شيكل فقط على رواتبهم. وفي ذات السياق، اعتصم العشرات من طلبة الثانوية العامة أمام المجلس التشريعي بمدينة رام الله معلنين امتعاضهم من إعلان وزارة التربية والتعليم دراسة تأجيل بدء امتحانات الثانوية العامة. وفي غزة، أعلن وزير الأشغال العامة والإسكان مفيد الحسين اليوم موافقة الجانب الإسرائيلي على صرف مواد بناء لما يزيد عن 2100 مستفيد من مشاريع التمويل الذاتي وإعادة الإعمار والأضرار الجزئية في القطاع. أخيراً إلى حالة الطقس، حيث يكون الجو غداً الجمعة غائماً جزئياً إلى غائم، ولا يطرأ أي تغير يذكر على درجات الحرارة، حيث تبقى أعلى من معدلها السنوي العام بحدود 11 درجة مئوية. ولمزيد من المعلومات وتقارير الإخبارية، زوروا موقعنا الإلكتروني وطن دوت تي في. نهاية الموجز، في أمان الله.